سياق سياسي خطير ما يمكنناش نتجاوزوا على السياق وما نهضروش اللي فيه وضعيه مزدوجه مرضيه بين جوج ديال الحوايج. النص الدستوري عطانا الحد الادنى، النص الدستوري حتى واحد فينا ما كيقول مزيان 100%، عطانا الحد الادنى الدليل ديال انه ماشي مرضيه عليه هو ان يكونوا مفتوح كيعطي الامكانيه ديال اي واحد يقرا كيف ما بغى. اذا وعندنا وضعيه نصوص قانونيه تنظيميه اللي ما باغاش تخرج للوجود، ومني كتخرج كتخرج كتراجع على الدستور الحالي وكتعطينا وضعيه ما قبل الدستور. اذا واش اليوم حنا مع صانع السياسه في المغرب خاصه الحكومه والبرلمان واش غادي نتناقشوا في ديال الدستور والسياق السياسي ما بعد 2011 والغنديين بداو نتناقشوا ما قبل 2011؟ يعني القوانين التنظيميه كلها اللي خارجه بنفحه بفلسفه بتوصيات بديزورينتاسيون ديال دستور ما قبل 2011. هاد القوانين كلها لا تعنينا، هذه القوانين كلها يعني مازال وفيه ما قبل 2011 ماشي ما بعد قبل 2011 ماشي ما بعد 2011. جوج ديال الحوايج هو ان حنا اليوم كنتناقشوا كنديروا النقاش الحقيقي ما كنديروش تهريب النقاش. ملي كنجيو نتناقشوا حنا والحكومه كيتم تهريب النقاش. شنو هو معنى تهريب النقاش ولا تحويل النقاش؟ كنحولوا النقاش من المسائل الاساسيه اشنو كيفاش فعلتوا الدستور، النقاش حول المراكريه، النقاش حول لا المراه غنهبط لك بواحد المرسوم. شنو هو المرسوم؟ هو ان غدا انت بغيتي تسجلي بنتك ما عندكش الحق، راجل ولي يسجل بنته. غدا غادي نهبط لك باب حوايج اخرى ديال انك الا كنتي ساكنه في نفس المدينه ما عندكش الحق تسكني في لوطيل، ولا غادي نهبط ولا غادي ندير اكثر من هذه ديال يومين ديال هذوك الجمعيات اللي انا ما متفقينش معايا. هذوك الجمعيات ما متفقينش معايا لانهم خدامين بموضه اجنبيه. هاد 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 يعني هاد اللغه هادي سالا وقتها، كيفاش ما خدامين باجنده اجنبيه؟ اسيدي اجي الحكومه عطينا الفلوس نخدمو. حنا جمعيات، حنا متطوعين ومتطوعات، ولكن الجمعيه خاصها فريق عملي. اجي الحكومه مولي الجمعيات، حنا ما نخدموش باجندات، حنا ما كنخدموش باجندات، حنا دائما خدامين بالاجنده المغربيه وفق السياق المغربي. اجي نجلسو ونقولو شنو خصنا نديرو في هاد البلاد، وعندنا مقترحات. حنا كنقول لك مقترحاتنا واجده، فكاع اللي كاين في الدستور في القوانين التنظيميه واجده. من غدا نحطو المقترحات ديالنا لا في القانون، في الهيئه العليا للمناصفه ومكافحه جميع اشكال التمييز، ولا في الجهه، ولا في الجماعات الترابيه، ولا كيف خص يدبر التقطيع الانتخابي، ولا كيفاش يدار التقطيع الاداري. هادشي كله واجدين فيه، ولكن اجيو جلسوا معنا. اذا هذه الكونسطه الثانيه هو اننا تم تهريب النقاش الحقيقي حول كيفية تفعيل المقتضيات الدستورية إلى نقاش آخر اللي ما نفعناش، واللي في بعض الأحيان كندوبو فيه وحذاري حذاري حذاري. راه ماشي نقاشنا يقولوا الدرية، ولا يقولوا صومعة حسان، ولا يقولوا الدجال، ولا البطيخ. أجي أسيدي شوف أش غدير ليا في القوانين التنظيمية، كيفاش غتحسن ليا الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والفكر ديالك المحافظ. خليه في التنظيم السياسي، لأن السياسات العمومية لا تبنى وفق فكر محافظ. السياسات العمومية تبنى وفق حاجيات المواطنين والمواطنات. المغاربة حتى واحد ما بقى عاقل، حتى واحد ما بقى ناعس. حركة احتجاجية أصبحت تفوق حتى عمل الجمعيات. حركة احتجاجية اليوم أصبحت حركة احتجاجية هالعيالات على الماء فلساسفة، النساء اللي واقفين على السكن، النساء اللي واقفين اللي في الدار البيضاء وفي مكناس وفي غيرها وفي غيرها. حركات احتجاجية أصبحت اليوم كاين وعي ديال المواطن والمواطن رغم فكر محافظ ديال الدولة. وبالتالي نريد حق نقاش حقيقي حول الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية، ولا نريد نقاشات جانبية.